بالفضل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول حلت له شفاعتي، اللي يردد مع المؤذن يقول هذا الدعاء. طيب نرجع يا شباب، كنا نتكلم عن مراحل النوم والنوم، وقاعدين نقول على فكرة أنا بعطيكم معلومة عني كذا، هذه خربانة خربانة، لا لا مو اللي قلتها في الفاصل، أهدى يا وليد، بعطيكم معلومة. يوم من الأيام، يوم من الأيام أنا مداوم، كنت مداوم 24 ساعة، كان دوامي 24 ساعة من 7 صباحا إلى 7 صباحا ثاني يوم في مستشفى في غرب الرياض، مستشفى كبير، وأنا ساكن شرق الرياض، المستشفى أقصى الغرب وأنا ساكن أقصى الشرق. خلصت دوامي وسلمت على الساعة 8:30 9 كذا، المهم يعني ها، وجيت مع الدائري الشمالي وبمر لا الدائر الشمالي، على الغامدي ما عنده دائري، على الغامدي يمشي بس في شوارع شرقي، على الغامدي بتاع حواري بس ما بتاع دائري. فانا جاي مع ذاك اليوم مع الدائري، والله الناس اذكر الى اليوم، تعديت مخرج 4، الى ما تعديت مخرج 4 انا مركز وشايف موصيني واحد قال مر في شركه كذا حق التامين، عطهم البوليس ما في شيء، ما ادري ايش هو، يقول وانا مشغل لوكيشن ها هذيك الشركه انا اشوفها كذا. انا ماشي ماشي مع الدائري، طلعت مع المخرج، الشركة وين؟ قبل المخرج. فايش يحتاج؟ أخش جوا مع الحارة، حلوين؟ أقسم بالله آخر شيء شفته يا شباب، آخر شيء شفته في حياتي إني لفيت يمين. بعد 30 ثانية دقيقة ما أدري، جبهتي تصدم وين؟ في الدركسون. أفتح ألقى نفسي صادم سيارة كيا صغيرة. لا لا لا. كان هذا 2015 يمكن. وقتها كان معي كامري. انزل لقيت الوجهيه حقتي راحت، والخلفيه حقت الرجال راحت، الكيه جديده، الكاميرا حقتي الله ينفع بها، اطالع ورت المويه تنزل لدي ترى الدنيا ما في ولا شيء. اقسم بالله يا شباب ما لقيت حاجه. شفت كنا نتكلم عن الضحك، قلنا انه الواحد احيانا في مواقف من المواقف الاشد ايلام المدرسه تخليك تضحك، انا قعدت اضحك واضحك واضحك، ايش في الدنيا صباحيه الساعه 8:30 9 ما ادري كم، ما في ولا احد في الحاره. وقفت يمكن ربع ساعة ثلث ساعة أنتظر، ما في أحد في الحارة، السيارة حقت مين ما أدري. شوية يجيني كذا واحد كان سواق أظن في الحارة، إيش هذا مدير؟ قلت والله أنا ما أدري هذا سيارة حق مين، هذا بيت هذا موجود. قلت أنت معلوم من فرق؟ إيه معلوم. وهو يدق الباب حق السواق حق الفيلا ذيك ويجي، إيش هذا؟ قلت ما في إيش هذا، أنت جيب بابا يعني أعطيني راعي السيارة الله ينفع بك عشان أتفهم. ويجيني راعي السيارة، شباب كله نوم كذا نايم، سلامات وش فيه؟ قلت والله العظيم نمت. ايش؟ قلت والله العظيم نمت. قال لا مستحيل. قلت اقسم بالله نمت. قال شلون نمت وسط الحاره؟ كيف 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 نايم وسط؟ قلت والله العظيم اني نمت جوا الحاره. وصدمت السياره طالع فيني. الحين وش اسوي لك انا؟ وش اسوي فيك؟ قلت والله اللي تبي انا جاهز. من اغرب مواقف النوم. يقول لك هذه متى تجي للشخص؟ لما تعدي 24 ساعه ما نمت يصير احتمال الغياب عن الوعي والنوم المفاجئ يزيد بنسبة 50%. هذا إذا قعدت يوم كامل ما نمت. بعضهم أبشركم يا شباب إذا ما نام 12 ساعة تجي الحالة هذه، ويعني في منهم كثير أنا أعرفهم، ما أبغى أقول شروة من عندي. المهم يجيك النوم المفاجئ، عشان كذا يقول لك إذا حسيت بالنوم في أي لحظة وأنت قاعد تأدي أي عمل مباشرة وقف ونام، إلا إذا كان الشيء ما له علاقة بضرر كبير. يعني أحيانا أنت مثلا يجيك النوم وأنت جالس تتفرج تلفزيون عادي، إذا نمت ما نمت ترى واحد، لكن يجيك النوم وأنت سايق نم، جاك النوم وأنت في واقف في مكان عالي ترى بعض الناس يجيهم النوم فنام على طول. طبعا هذه تعتبر حالات خاصة. أنا أبغى كذا موقف أو موقفين من الشباب للنوم، يعني الأشياء الغريبة اللي صارت لهم. أبشركم دفعت 6000 ذاك اليوم. أيوه تفضل يا شيخ. كان التأمين منتهي له أسبوع. أبو عباس أنا اللي يعرف الجميع أني طلعت جازان بالوالد ورجعت ما شاء الله، حضرت حلقة سعد أمس أبو البراء حلو، وجالس معهم وكل شيء، شوي فهد مطير يقول لي اطلع فين النوم، اطلع عشان الكاميرا ما تجيبك ويضحكون وخصم وكذا. رحت عند الإعداد قلت له عفوا أنا ما أقدر أكمل، تخصم اللي بتسويه أنا موافق، أنا تعبان. صحيت نهاية البث اللي يطلع المعدين والمصورين والمخرج يضحك ضحك جماعي. أوف. ايش فيه؟ يصفقون ايش فيه؟ يقول والله شايفينك في غرفة الاعداد كامل يسولفون ولا يقولون قصيدة، شوي الشاشة تجي عليك عندنا تقوم تصفق وترجع تنام، تقوم تصفق وترجع تنام. أبابا حسين محمد عيسى
منيب كلهم يضحكون ايش في يا جماعه؟ يقول والله هذا اللي موجود عندنا. عشان كذا يقول لك الجسم يفقد سيطرته تماما، صح؟ لان الجسم محتاج للنوم. ليش؟ عشان ينظم الدماغ وينظم الحركه وينظم افكارك، ينظم كل شيء، لازم تنام. اذا انت ما نمت غصب، على فكره من اساليب التعذيب في بعض الدول ما يخلوا ينام، ما يخلوا ينام. تدروا انه هذول اللي ياخذوا بعض الناس، شوفوا يتاثر سبحان الله بعض الناس، يعني موضوع مركز النوم عنده يتاثر، ومركز النشاط. بعض الناس يشرب قهوه دله كامله يروح يرقد بعدها بنص ساعه ولا فرقت معه. بعض الناس لا، هذا الكافيين. الكافيين ترى يؤدي الى تنشيط خلايا الدماغ وخلايا المخ، يخليك تصحصح. بعض الناس ما تفرق، بس يزيد لا شوف اقول لك شيء، هذا معناها انه الجسم والخلايا اللي فوق تعودت على القهوه، فما عاد يفرق معها، تعودت تاقلمت خلاص. الا يبغى لك تزويد. عشان كذا اللي زيك يقولوا لهم اذا عنده عمليه او بنج او زي كذا، يقول له يومين لا تشرب قهوه، يومين لا تشرب قهوه. اقول لك في ثلاث اشياء تصير فيني بعد يا اذا كملت 24 ساعه لابد. يا سلام. الاولى زياده دقات القلب. يا سلام. الثانيه علم يطلع ذحين. الثانيه ايوه هذا رواج اسولف كنت نايم، صح؟ مو وانا نايم، هذا اذا كملت 24 ساعه اسولف معك. امسك خط لو انه على طاح المنديل، اروح اقول لك طاح المنديل وصار زي كذا وكذا. الثالثه شدخلت هدى. الثالثه إيش؟ ان احد سولف معي وقال لي انت اخطيت، اعرف انه بتصير مشكله. أوف. يعني تصير مأتش في كل شيء. لو قال في الحاله دي المفروض فهد ما يدخل تويتر عشان ما ادخل تويتر عشان امريكا. وارجع على محمد سالم، اظهر يفكر فيني واجد. الشخص اللي انت تفكر فيه واجد تتحلم فيه. ابو عباس بيني بينك، هو حتى هو ما هو ما ينام فهد كذا. فهد كذا حلوين، هذا وضعك بدون نوم يقولون. هاي عادل ايش عندك؟ قهوة. انا رجال طول عمري اتقهوى قبل لا ارقد، ما عندي مشكله. عاد ما شاء الله كله قهوة قهوة قهوة. اخر مره رحت عند الدكتور عندي حشوه سن، اربع عبر لين تخدرت. لين تخدرت؟ اي والله. هاي تاثير القهوه. انا طلعت راس لانه تدري لان شوف الاحساس من وين؟ الاحساس كيف يحس الواحد؟ لا من الخلايا العصبيه. فالقهوه والاشياء هذه والكافيين ترى تاثر على خلايا العصبيه ومركز الاحساس فوق، عشان كذا تخليك ما تحس بسرعه. هذا معناها هل هذا معناه ان اللي يشربوا قهوه ثقيلين طينه؟ لا امزح امزح. ايوه يا احمد الفراج. في ثلاث اشياء بقولها. أيوة. اول شيء يوم يقلدني وليد الزهراني. ايوه هذه اذا صرت تعبان مره ايش يصير؟ ورحت بنام لازم اون وانا نايم. لازم كيف يلا علمنا، اعطيني يا وليد كيف من جد توين من جد زي كذا. اون اوف اون، حتى اللي بجنبي يخاف، اللي بجنبي يخاف مني يقول ايش فيك انت؟ سبحان الله. وانت نايم؟ وانا نايم. معليش تحس بالونه هذه ولا بس يعلموك يقول لك ترك ونيت؟ لا يعلموني. لا اله الا الله. الثانيه أيوة. مره كنت ماسك خط وانا عمري 17 سنه او 16 سنه بهالي طريق الهدى. ايوه طريق الهدى. ايوه وانا صغير بالمتوسط ومليان نوم. المهم اني نمت ما ادري كم نمت، نص دقيقه دقيقه، رفعت راسي فجاه فزيت كذا، رفعت راسي قدامي. لا اله الا الله. لو اني ما قمت طبينا من فوق الجبل. ما كان جيت شاركت في كاريزما. اي ما شاركت في كاريزما. الثالثه ولد عمي صارت له، مواقف الجامعه موقف ونايم، مشغل السياره ومشغل مكيف. حلم جاء حلم انه موقف عند اشاره والاشاره صارت خضراء. كان من النوم عشى قال اول دخل بالجدار. هذا يا شباب هذا كم نام دقيقه اذا قلنا على مراحل النوم؟ تعد اهدى تعدى ال 5 و15 دقيقه وال 20 دقيقه النوم الخفيف وراح في ال 90 اللي بعدها. يعني هذا نايم له اكثر من نص ساعه الا لا دخل في النوم العميق، وبعد النوم العميق يدخل في موضوع ايش؟ الاحلام. على فكره بقول لك شيء، بعض الناس يختصر كل المراحل، صح؟ قلنا والله يا ناس في خلال دقيقه. انا مره من المرات كنت اتكلم مع واحد من الشباب فين النوم اسولف معه، فكان يقول لي مثلا، كان يقول لي والله ذاك اليوم احنا طلعنا البر سيارة بنشرت علينا وزي كذا ولا قدرنا نمشي وما أنا عارف. أنا نمت وتحلمت إني جيت القناة وشاركت في البرنامج وطلعنا فاصل وسويت نشيد، وأفتح عيوني كذا قلت والله العظيم يا أخي النشيد الكلمات حقته خطيرة. يقول إيش؟ قلت النشيد الكلمات اللحن يا أخي مرة معجبني عباس، علاقة اللحن
بالبر والسيارة والتغريزة شنو؟ قلت والله ما أدري أنت إيش كنت تقول. فأنا نمت خلال 30 ثانية أبشركم وصلت الحمد لله إلى المرحلة الأخيرة من نعم الله على الأشخاص. على فكرة بعطيكم معلومة، في نعمة يبحث عنها كثيرين، ترى اللي يحط راسه وينام على طول أقسم بالله نعمة أنا أشوفها، ما أدري، لأني أعرف ناس والله يرقدون 3-4 ساعات إنه ما ينام، مو لو غمض أوريك يطفي اللمبة، يطفي اللمبة ويقفل ال... كفو كفو والله كفو بيض الله وجيهكم الله يسعدكم. أعرف ناس ينامون 3 ساعات أقسم بالله يا شباب يدور على الراحة. وعلى فكرة ترى هذا كله معتمد على بعض الأحيان، يعتمد على تقبل الإنسان. أما خليكم ركزوا مع الذبيحة، بعدين نجي على تقبل الإنسان. الله يسعدكم والله، بيض الله وجيهكم يا شباب، ما قصرتم. بس بقول حاجة أخيرة، هذول اللي 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 يرقد 2-3 ساعات ما ينام، والله أعلم يعني ترى هي تختلف الشخصيات. وعلى فكرة في موضوع، في حاجة اسمها شخصية ليلية وشخصية نهارية، أنا ما كنت مؤمن فيها إلى فترة قريبة. اللي يقول لك الناس النهاريين بعضهم ما ينام في النهار نهائيا مهما كان، أول ما يجي الليل ينعس. بعضهم ما ينام طول الليل، تلاقيهم صح أول ما يجي الساعة 11 في الليل تلقاه زي اللي معطينه إبرة بتاع التنشيط، وراح ويجي يذاكر في الليل، يشرب قهوة، يضحك، يسولف. في ناس زي كذا ترى، في ناس. أنا واحد من الناس الليليين. شوفوا إذا نمت النهار كله، نمت إلى المغرب، أول ما تيجي الساعة 11-12 أنا ناس مهما كان. ففي ناس مهما كان لو صاحي طول النهار طول النهارية، أول ما يجي الساعة 11-12 تقام صحصح عيونه كذا يقول بها. فالفكرة في إنه بس معلش بقول آخر حاجة، الشخص اللي ما ينام لما يرقد مثلا يجي يرقد كذا وما يقدر ينام، على فكرة هذا من الأشخاص. تذكر مرة فات لما قلنا للناس اللي يشعروا داخليا بأنه ويشيل هم ويفكر ويروح ويجي، بعضهم يقول لك أنا والله ما أشيل هم، لكن على فكرة هو فعليا تلقى ذهنه شغال. هو ما يدري بعض الناس أنه يفكر في إيش أو شغال في إيش، بس تلقى أغلبهم أنه ذهنه شغال. لذلك زي ما قلنا، إذا جيت تنام أعطي هذا الوقت وهذا الشيء أعطيه حقه، لأنه ترى بيأثر على طول اليوم اللي بعده. شباب ترى الصلاة وقت الصلاة جاء، معلش فهد عنده بس موقف يقول، معلش يا عمدة بتجيك بعده على طول، انت اول واحد تذكرته. ايوه ابشر بعده، انت بعد مهند. في زواج كان في الدمام نبي نروح له انا وابوي وعمي. حلو. عمي اصغر من ابوي، وابوي لازم انه ياخذ القيلولة هذه. حلو. كان باخذ القيلولة عشان نمسك الخط ونحضر العرس في الدمام. حلو. القيلولة قالت لازم انا ارقد في السيارة. يا طويل العمر يوم مسكنا الخط قال ابوي يا فهد ارقد ارقد ورا. كان ايش الموتر؟ صابون. تكون الصابون ايام الصابون ذا شو اسمه؟ صابونه. لا لا صابون هذه شو اسمها؟ السياره صابونه اللي نفسها الكابرس. كابرس كابرس شباب كابرس صابونه. ايه قال ابوي ارقد ورا عشان لا حضرنا ناوي انكم صحصح. حلو. تبشر. حلو. الله يكلكم. رقدت ورا اثر عمي نعس. يوم صحيت تدروني ويني؟ عند رجل ابوي قدام. والله ان السياره رغبه السالفه ماش. لا والله حلوه. والله حلوه. استريح والله حلوه. وصلت الحمد لله بالسلامه. الله وكيلك والله يوم اني رقدت اني عند رجل ابوي اثر عمي رقد. تعال فهد الله يفهمك. طيب يا عبد الرحمن شو عندك؟ ترى بنختم. إذا وصلت فوق 24 ساعة. أيوة. أصير خلاص أوصل للمرحلة المدري أنا في حلم ولا في علم. مرة كنت ماسك خط وصلت 24 ساعة، الآن الوقت اللي أنا فيه الساعة 5 فجر. ساري من الديرة طال عمرك قدامي طريق عام تقاطع. حلو. يوم قبلت على حرمتي وأنا غيب ما عاد أدري أنا وين. يوم صحيت طال عمرك وأنا راسي على التندة وثاني انقلبت والسيارة تحك على التندة شرار والدنيا قطعت الخط على التندة بكفوق 4 و5 قلبة. ايوه. يوم قمت طال عمرك ونقش قزاز بالراسي ونازل ادور العزمة. والله العظيم ادور العزمة. لحظة القدر يا حرايميس وصلتك المرحلة ليش عبد الرحمن كذا؟ ايوه والله العظيم يا ابو عباس ان الناس مجمعين عندي. يا ولد سلام ادق على الاسعاف قول جيب القدر جيب الصفارة جيب حرايميس. والله العظيم والله العظيم حرايميس هو اللي سواها فيه. الله يقطع ابليس الشيخ ويقطع حرايميس.